بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره صلة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان المسلم، إذا رجعتم إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الشريفة تجدون بأن هناك تركيزاً كبيراً من قبل الأئمة سلام الله عليهم على أن يكون الإنسان المسلم المؤمن واصلاً لأقاربه، واصلاً لأرحامه، أن يحفظ هذه الصلة بينه وبين أرحامه. تأكيد كبير من قبل أهل البيت عليهم السلام وفي القرآن الكريم أيضاً على أن الإنسان يجب أن يكون واصلاً لأرحامه في هذه الدنيا. فما بالكم إذا كان هذا الرحم هو رحم رسول الله صلى الله عليه وآله، فما بالكم إذا كان هذا الرحم رحم الزهراء سلام الله عليها. فما هو مقدار التأكيد على صلة الرحم، صلة رحم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه من الأمور التي يجب على كل مؤمن أن ينويها وأن يضعها في باله عندما يريد أن ينوي زيارة الحسين عليه السلام. يجعل في باله، في نيته، بأنه هو قاصد لزيارة الحسين سلام الله عليه صلة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام، حتى ترتفع درجته وترتفع ويرتفع ثوابه وأجره ويعظم عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، هناك رواية وردت عن حمران بن أعين قال: زرت قبر الحسين بن علي عليه السلام، فلما قدمت جاءني أبو جعفر عليه السلام الباقر. لاحظوا هنا، حمران بن أعين هو الذي كان قاصدا لزيارة الحسين، ولكن عند رجوعه من كربلاء إلى محل سكناه، الإمام الباقر عليه السلام هو الذي جاء إلى زيارته. إمام معصوم مفترض الطاعة هو الذي يأتي ويزور زائر الحسين عليه السلام في منزله. فكم هي مقام، وكم هو مقام وأجر وعظمة هذا الزائر، حتى أن الإمام الباقر عليه السلام هو الذي يقصده بالزيارة. لا، هو لم يذهب إلى الإمام الباقر إلى بيته، لا، الإمام الباقر هو الذي جاءه. فقال: أبشر يا حمران. هو الذي ابتدأه بالبشرة: فمن زار قبور شهداء آل محمد عليهم السلام يريد الله بذلك، يعني في نيته أن يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى وصلة نبيه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يخرج بيضاء الصحيفة، صفحته بيضاء خالية من أي ذنب، خالية من أي سيئة، يعود كأنه اليوم ولدته أمه. هل الطفل الرضيع المولود حديثا لديه ذنب، لديه سيئة؟ لا. هذا الإنسان الزائر أيضا عند رجوعه من زيارة قبور شهداء آل محمد عليهم السلام، وفي هذا الحديث المقصود به زيارة الحسين عليه السلام، يخرج كهذه الهيئة. لاحظوا، الإمام الصادق عليه السلام عبر عن قبر الحسين عليه السلام بأنه قبور شهداء آل محمد. لماذا استخدم هذه العبارة؟ لماذا أعطاه هذا الوصف؟ قد يكون في ذلك عدة أسباب. أولاً، قبور شهداء آل محمد من باب الشهادة في سبيل الله. الحسين عليه السلام وأولاده وأهل بيته، هؤلاء كلهم كانوا شهداء في سبيل نصرة الدين، في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهم شهداء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وقد يكون المعنى الآخر لاستخدام الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام لهذا اللفظ بأنهم هم الشهداء على الناس. الإمام الحسين عليه السلام هو شاهد على الناس، هو شهيد على الناس. لذلك تجدون بأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا المؤمنون المقصود بهم كما في الروايات الشريفة أنهم أهل البيت عليهم السلام. فالإمام الحسين عليه السلام هو شاهد على جميع الناس، شاهد على جميع أعمالهم، على جميع أفعالهم. فبالتالي الإمام الباقر عليه السلام أشار إليه إلى هذه النقطة وإلى هذا المعنى. كذلك في رواية أخرى وردت عن علي بن ميمون قال:
سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لو أن أحدكم حج 1000 حجة، من منا يستطيع أن يحج 1000 حجة؟ حتى ولو فرضنا بأنه يعيش 1000 سنة، يعيش 2000 سنة، هل يستطيع أن يحج 1000 مرة؟ هذا من الأمور التي تكون مشكلة صعبة، إن لم نقل بأنها مستحيلة. لو أن أحدكم، الإمام يفترض، لو أن أحدكم حج 1000 حجة ثم لم يأتي قبر الحسين بن علي عليهما السلام، لكان قد ترك حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1000 حجة يحجها الإنسان المؤمن، وبهذا التعب، بهذا الجهد، بهذه المناسك العظيمة التي فيها مشقة على الإنسان في بعض الأحيان، كل ذلك إذا لم يكن زائرا للحسين عليه السلام كأنه ترك حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى فرض عليه بأن يحافظ على حقوق الناس، لا يمكن بأنك تأتي في يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى وفي ذمتك، في عنقك حقا من حقوق الناس في ذمتك. هذه من الذنوب التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا أن يرضى صاحبها. إذا كان لديك حق لأحد في ذمتك، هذه من الذنوب، من الأمور التي لا يمكن أن يتغاضى عنها الله سبحانه وتعالى، أن يعفو عنها الله سبحانه وتعالى. لا، هذه تحتاج إلى رضاية، تحتاج إلى رضا من هذا الإنسان الذي أكلت حقه. فما بالك بأنك تركت حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا عظم الذنب، عظم التقصير في هذا المجال، كم هو عظيم، كم هو شديد. وسئل عن ذلك بأنه لماذا يا ابن رسول الله، أنه إنسان مؤمن ملتزم، هل يعقل بأنه بزيارة واحدة للحسين عليه السلام لم يكن زائرا للحسين كأنه ترك حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كأنه تعجبوا من هذا الكلام، كأنه مستكثروا على الإمام الحسين عليه السلام هذا الكلام. فقال الإمام الصادق عليه السلام، أجابهم، قال لهم: حق الحسين عليه السلام مفروض على كل مسلم، كيف أن الصلاة واجبة، كيف أن الحج واجب، كيف أن الصوم واجب، كلها من الفرائض، كذلك زيارة الحسين عليه السلام من الحقوق الواجبة، من الحقوق المفروضة على كل إنسان مسلم. فلو فرضنا بأن الإنسان المسلم صام، صلى، قام بالأداء الخمس ولكنه لم يحج، هل أنه يعقل في يوم القيامة لأنه لا يحاسب على تقصيره في الذهاب إلى الحج؟ لا. كذلك الإمام الصادق عليه السلام كأنه يريد أن يقول هكذا أمر، كذلك زيارة الحسين عليه السلام حتى ولو جاء بكل الفرائض، ولكن زيارة الحسين عليه السلام هي أيضا واحدة من الفرائض، وهي فريضة أعظم من البقية، لأنها فيها صلة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها حق لرسول الله صلى الله عليه وآله. فمن هذا اللحاظ هي أعظم من باقي الفرائض الأخرى، لأنها تتعلق بحقوق أهل البيت عليهم السلام. لو جاء في يوم القيامة ولم يكن زائر الحسين عليه السلام لكان من الأشخاص الذين تركوا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله. جعلنا الله وإياكم من المؤدين لحقوق رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا، ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.